والآن وصلنا إلى فقرة نستطلع فيها رأي الشارع في قرية أبو غوش. سنجوب بين الناس ونسألهم كيف حل عليهم هذا الشهر الفضيل. بالنسبة للمسجد القديم صلاة التراويح، المسجد عندنا مليان الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لصلاة الفجر كمان ممتلئ. المسجد الجديد اللي هو مسجد أحمد حجي كمان ممتلئ الحمد لله رب العالمين. في عنا وعي ديني في البلد الحمد لله، لا يعني ما سبقش الحمد لله. في السنوات الأخيرة كنا يعني قبل نعاني إن فيش وعي، بس الحمد لله رب العالمين اليوم في عنا وعي ديني، في أطفال، في شباب، في يعني كانوا قبل بس الاختيارية يروحوا يصلوا. اليوم ما شاء الله الشباب الصغار وحتى في ناس أطفال يعني بكونوا 6 سنين و7 سنين بكونوا في صلاة الفجر ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الأجواء هادية وفي وعي، في حب لبعضنا البعض إن شاء الله رب العالمين. شهر رمضان قرب الناس جميعها لبعضها البعض، في ولايم، في عزايم، الحمد لله رب العالمين. فيش حدا اليوم يعني بكره الثاني، الحمد لله رب العالمين من فضل الله. أجواء رمضان يعني هذا الشهر الفضيل أحلى مناسبة، الناس بتحب بعض، بيقعدوا مع بعض، بيسهروا مع بعض، بيجيبوا قطايف مع بعض، الجار بيودي لجارة بيجيب لجارة، فاهم كيف؟ يعني زي ما يكون زي كل سنة، وكل سنة بتصير أحسن وأحسن، والحمد لله رب العالمين. بلد نظيفة وحلوة وبتحب المساعدة وبتحب الناس من برا بيجوا بيروحوا، والقطايف والحلو، تعرف أشياء حلوة. أبو غوش القرية العربية في محيط القدس الشريف أجواءها مميزة، خاصة في ساعات المساء في صلاة التراويح في مسجد قديروف أحمد حاجي قديروف، هذا المسجد الكبير المميز في البلاد، أجواء مميزة كباقي القرى في المحيط القدس يعني. قرية أبو غوش الحمد لله ملتزمين وبصلوا وبصوموا اللهم صل على سيدنا محمد، يعني أجواء حلوة، أجواء يعني إسلامية ودينية، والحمد لله بزور بعض وكل إشي تمام يعني عندهم. الحمد لله أبو غوش الأجواء حلوة وطيبة، كنا أهل من عيلة واحدة من أبو واحد، وكنا عيلة واحدة، وخاصة برمضان إحنا يعني شهر غريب عنا اللي إحنا كنا بنجتمع مع بعض، بنتلاقي مع بعض، إحنا على المحبة مع بعض، على الفرح والكرح كلنا واحد، واحنا بنحب الضيف وبنحيي بكل ضيف بفوت عندنا. احنا بصراحة تعايش اخوي، عيلة واحدة، الحياة من يوم ليوم احسن، ولكن احنا برضه بنشعر مع اخواننا في كل البلاد اللي بنكون فيها مأساة وشيء، لأن احنا شعب واحد واحنا دم واحد واحنا ما بنتخلى عن إخواننا في كل مكان. أول إشي بنستقبل رمضان احنا دايما بالزينة، بالإضاءات اللي بتكون على شكل سواء هلال أو قمر، هذا اللي بيميز كل دار في أبو غوش، سواء بتمري بالشوارع في الليل فبتشوف الإضاءة اللي تجذب المارين في الشوارع. وثاني إشي رمضان بتميز عنا دايما بالجمعات العائلية، إحنا دايما بنجتمع على سفرة بتجمعنا بعد أذان المغرب لفتحة الإفطار، وبرضه السهرات رمضان بتميز بالسهرات، فكتير بنجتمع عند الأسياد عند جدودنا، سواء كان سيدي من جهة أبوي أو من جهة أمي، بنجتمع إن كل العيلة بتيجي بتسهر وبتجتمع لحد ما يتعب يعني. و بعرفش رمضان إلى نكهة خاصة، سواء برضو صلاة التراويح اللي بعد صلاة العشاء، واللي بيميز إن عنا الجامع الجديد اللي هو جامع قديروف،
بيتم في صلوات التراويح 8 ركعات، بنصلي بعد الإفطار بننزل بنصلي، وبعد الصلاة بنروح نسهر سهرة. أجواء رمضان أجواء رائعة جدا، بنقدم مأكولات شرقية بالطبع، كمان مأكولات مطبوخة اللي هي ركاب خروف بالفرن وموز خروف كمان بالفرن، محاشي مسخن، مناسف، كل الوجبات اللي العربية المعروفة يعني، وأجواء رائعة جدا، إقبال كثير من قبل الكرة المجاورة مش بس أبو غوش، وكمان من جميع البلدان العربية، يعني كل يوم بيتصلوا بيسألوا على مأكولات خاصة بالمحل، وكل يوم في عنا بيكون مأكولات اللي للمحل، خاصة صواني بالفرن بيكون مرات إن كان لحمة خروف أو دجاج أو أشياء تانية. زي ما انتم شايفين المطعم كبير، بتسع قريب 400 شخص. في أجواء رمضان احنا جاهزين لجميع الصايمين اللي بيجوا على أبو غوش، وخاص نص على مطعم النعورة، يجوا ياكلوا عندنا إفطار رمضان. احنا جاهزين طبعا لجميع أنواع المأكولات، الطبايخ، المشاوي، في عنا مأكولات خاصة اللي بنقدمها في رمضان خاصة للصائمين، مثل الركاب المحشية، المحاشي اللي هي الورق الدوالي، الكوسة، الفلفل، كل الأشياء المنيحة، مزات الخروف، الشوربات طبعا، السلطات عنا بكثافة، في عنا أكثر من 15 ل 20 نوع سلطة، و طبعا في بالاخر عندنا بنعطي القطايف، قطايف رمضان اللي مشهورين فيها احنا المسلمين، اللي بنقدمها باخر الوجبه، واحنا بنتشرف انه جميع المسلمين اللي بيصوموا شهر رمضان يجوا عندنا يزورونا في الشهر الفضيل.